مساء الخير. في الوقت الذي اعتقد فيه كثيرون أن ليبيا أصبحت على مشارف إنهاء الصراع بين الفرقاء وتسارع الجهود لاحتواء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 10 سنوات وإنهاء حالة الانقسامات، حتى عادت البلاد إلى نقطة الصفر وتعقدت الأمور مجدداً وبدأت تغييرات تلوح في المشهد الليبي خلال الفترة المقبلة. تهديدات حفتر خلطت الأوراق مجدداً، ولم تنضي 24 ساعة على تهديدات الجنرال الليبي باستهداف القوات التركية حتى أرسلت أنقرة وزير دفاعها ومعه رئيس الأركان وقادة كبار إلى ليبيا. زيارة المسؤولين الأتراك تلتها مباشرة زيارة المسؤولين المصريين الكبار، وهي الأولى منذ عام 2014 عندما دخلت ليبيا في حرب أهلية بين حكومة الوفاق بقيادة السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. الزيارة المصرية رأت فيها حكومة الوفاق بداية لعودة العلاقات الطبيعية مع مصر، فيما يشير كثير من المحللين إلى أن هناك إدراكا متزايدا بين أنقرة والقاهرة لأهمية التعاون بينهما في ليبيا. فما سر الانفتاح المصري المفاجئ على حكومة الوفاق؟ وما المتغيرات التي حملت الوفد المصري إلى طرابلس بعد هذا الانقطاع؟ ما الذي سيحدثه هذا الانفتاح؟ ما النتائج التي خرجت عن هذه الزيارة على ضوء الأوضاع الراهنة في المشهد الليبي؟ هل كان من قبيل المصادفة أن يتزامن وصول الوفدين التركي والمصري إلى طرابلس والتهديدات المتبادلة بين حفتر والأتراك؟ هل صحيح أن هناك إدراكا لدى مصر وتركيا بضرورة التعاون في ليبيا؟ ما هي العقبات التي تواجه إمكانية تعاون الطرفين؟ وإن كانت ليبيا ستشهد تعاونا بين أنقرة والقاهرة، هل ذلك يعني أن مصر تخلت عن حفتر؟ وبالحديث عن حفتر، ما الذي دفع الجنرال الليبي إلى هذا التصعيد المفاجئ؟ هل صحيح أن تهديداته الأخيرة تأتي على خلفية استبعاده من ترتيبات الحل السياسي؟ وعلى ماذا يستند حفتر في هذه التهديدات؟ ولكن من قال إن زيارة الوفد المصري تعني تغييراً في مواقف القاهرة من الصراع الليبي؟ ثم ما دور فرنسا من كل ما يجري؟ فرنسا التي اختتم السيسي زيارة لها قبل أسبوع تقريباً وهي الضالعة حتى النخاع في الأزمة الليبية. مرحبا بكم إلى تفاصيل. ما أحوجنا اليوم أن نأخذ العبر من الماضي ونسلم من جهاد وكفاح أجدادنا وآبائنا حب الوطن والتضحية من أجله، وأن نكرس جهودنا كاملة من أجل المصالحة وتوحيد الصفوف والتصدي للاستعمار التركي الغاشم الساخر من قدراتنا الطامع في خيراتنا ومقاومته بكل ما أوتينا من قوة حتى يغادر أرضنا أو يلقى حتفه. فلا خيار اليوم أمام الليبيين جميعا، رجالا ونساء، وأنتم أيها الأبطال في مقدمتهم، ألا رفع راية التحرير من جديد وتصويب بنادقنا ومدافعنا ونيران قذائفنا نحو هذا العدو المعتدي المتغطرس المتجاهل لتاريخنا النضالي والمتحدي لكبريائنا وسيادتنا فوق أرضنا. فلا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة. أرحب بضيوفي، بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي التركي، بضيفي من باريس الدكتور خطر أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، ومن القاهرة أرحب بضيفي الأستاذ محمد حامد مدير منتدى الشرق المتوسط للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. إلى تفاصيل أبدأ معك أستاذ محمد حامد من القاهرة. دعنا نبدأ من زيارة الوفد المصري ولقائه حكومة الوفاق في طرابلس، حكومة الوفاق الليبية، بعد انقطاع دام 6 سنوات.
أنا بعدكم أستاذ المشاهدين وبضيوف حضرتك، هي زيارة تأتي في محاولة لدعم العملية السياسية ودعم جهود الأمم المتحدة في إنهاء الصراع. تأتي أن التأكيد أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا يجب أن تكون حكومة الوفاق التي تمخضت عن اتفاق دولي وهي حكومة مؤقتة أن تلعب دورا سلبيا ضد الأمن القومي المصري. طالما أحيطت مصر بحكومات ذات توجه إسلامي في غزة حماس وفي البشير في السودان، واليوم وجدنا في طرابلس حكومة ذات توجه إسلامي، بالتأكيد هذا القاهرة تغير ترفض. في الموقف المصري أستاذ محمد أم أنه مجاراة للتغيرات؟ لا، هو التغير في ماذا؟ القاهرة مع استقرار ليبيا، مع وحدة ليبيا، مع وجود جيش وطني في ليبيا، مع وجود قوى أمن داخلي في ليبيا، مع وجود مؤسسات منتخبة، مع وجود كتابة دستور، مع وجود رئيس جديد، كل ده لكن مصر لكن معاه. القاهرة مصر لكن لا القاهرة تنكر يعني على الشعب مواقفها تتهم بأنها منحازة للجنرال حفتر، كما تركيا تتهم بأنها منحازة لحكومة السراج، يعني بمعنى أنها لم طيب، تكن الجنرال حفتر تلعب دور الوسيط. تفضل. في نظرة القاهرة الجنرال حفتر هو رجل وطني في الداخل الليبي، وساعدنا في القبض على الإرهابي هشام عشماوي الذي قتل كثير من الجنود المصريين في سيناء وفي على الأرض المصرية أولا. ثانيا، القاهرة عندما أعلنت الأسير تورج جفر خط أحمر قالت أنه ليس دعوة للحرب بل دعوة للسلام، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع القبائل أنه ليس لديه خلاف مع جماعة الغرب، ممكن يكون اختلاف في الرؤية والرؤية، ويمكن أو تعكير يعني في سحابة صيف، وممكن تكون مرت بهذه الزيارة. وأنا في رأيي أن الزيارة التي حدثت إلى طرابلس هي زيارة أولية مبدئية في ضمن سلسلة زيارات وحوارات ستتم بين القاهرة وطرابلس، بين مصر وحكومة الوفاق، من أجل أستاذ محمد، من أجل دعم العملية السياسية ودعم قرار الشعب الليبي بانتخاب رئيس وبرلمان وكتابة الدستور. لا، ومن أجل هذا الذهاب هذا أمام كلام جماعة جميل. إذا الشرق ماذا الأوسط نفهم على ليلة من واحدة؟ تصريحات حفتر؟ ماذا نفهم من تصريحات حفتر بالتوازي مع زيارة الوفد المصري لطرابلس؟ لا، بضرورة التصدي وإعادة ودعوة كل أنصاره إلى محاربة الاستعمار التركي، قالها بالحرف. طيب، ما هو طبعا بالتأكيد عندما تأتي حكومة جديدة أو برلمان جديد، كل الاتفاقات التي وقعت بين حكومة السراج وتركيا ستكون على المائدة، سواء اتفاقات أمنية أو عسكرية أو اقتصادية. فممكن البرلمان الجديد ده يرفض الاتفاقات دي وتصبح كما هي والعدم سواء. تصريحات حفتر التي هو مسؤول عن تصريحاته، القاهرة لديها دبلوماسياتها، لديها مواقف تتماهى فيها مع حفتر، ولديها مواقف أخرى لا تتماهى فيها مع حفتر، ولكن هي تتعامل معه بصفة الصديق الذي يعني ترسل له بعض الرسائل، تتحدث معه بشكل واضح في بعض الامور وبعض الملفات، ولديها مصالحها الخاصه ومصلحتها الاولى والعليا اكبر من حفتر، وهي وحده ليبيا، وهي بناء جيش وطني، وهي كتابه الدستور وبرلمان وانتخاب جميل. برلمان إذا أفهم وانتخاب من رئيس. كلامك يا أستاذ محمد أن اليوم تصريحات حفتر تعبر عن نفسه، مساعي القاهرة اليوم تنصب من أجل ترسيخ السلام وترسيخ وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي في ليبيا، سياسي. بالتأكيد ده موقف مصر الدائم، وكان لديها خلاف مع حكومة الوفاق لأنها تدعم من الميليشيات، وأفراكم القوات الأمريكية في أفريقيا طالبت حكومة الوفاق بحل الميليشيات، طالبت أن مصر لا ترغب أن يكون لديها نفوذ يعني يكون سطوته أكبر من الليبيين، كما ترفض أن يكون هناك نفوذ لتركيا يكون سطوته أكبر من الليبيين. نحن نريد ليبيا بلد حر مستقر، بلد أحفاد عمر المختار أن ينطلق، بلد عربي إسلامي ينطلق لديه ثروة، ينطلق في آفاق الساحات الدولية كبلد حر مستقل لا مفهوم يملي مفهوم. عليه أحد، سواء شرقا أو غربا طيب أو شمالا أو جنوبا. دكتور سمير صالح، أنتقل إليك وأرحب بك معنا من جديد. ما رأيك بما قاله الأستاذ محمد، وكيف تفهم زيارة الوفد المصري اليوم دكتور سمير إذا أنت معي؟ نعم، كيف تفهم زيارة الوفد المصري إلى طرابلس ولقائه حكومة الوفاق أو أعضاء ووزراء في حكومة الوفاق، وماذا نفهم من تصريحات حفتر وتصريحات خلوصي أكار أيضا صحيح. خلال عم نحكي خلال يومين ثلاثة؟ صحيح. مساء الخير للجميع. أولا مساء النور. يعني نقاش الملف الليبي برأيي ينبغي أن يكون مرتبطا ليس فقط بالنقاش الليبي أو ليبيا موقعها ودورها وأهميتها. الموضوع يعني مع الأسف أقول هذا الكلام، أنه بات في أكثر من لاعب إقليمي ودولي دخل على خط الأزمة الليبية. يعني عندما نناقش هذا الموضوع علينا أن نأخذ بعين الاعتبار مصالح ونفوذ ودور
الكثير من اللاعبين الإقليميين والدوليين. روسيا، فرنسا، الإمارات، تركيا مصر. مصر وغيرها من الدول الجوار الليبي. نعم. يعني تونس، الجزائر، المغرب. أكثر من لاعب. نقطة ثانية مهمة عندما نناقش الملف الليبي أيضا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار مسألة الإجابة على سؤال أساسي. أنه هل فعلا هناك رغبة الآن إقليمية ودولية تريد أن تسجل اختراقات حقيقية في هذا الملف باتجاه الحلحلة والتسويات أم لا؟ رأيي الشخصي أنا نعم، في الشق الثاني من السؤال الذي طرحته أنا، نعم في رغبة إقليمية ودولية في دعم مجموعات ولقاءات وتنسيق. السؤال نقطة ثالثة، أنه هذا التنسيق اليوم، يعني هذه الرغبة الإقليمية والدولية، هل هي تختلف عما كنا نراه ونعيشه قبل سنتين مثلا في التعامل مع الملف الليبي؟ نعم، هذه الاصطفافات القديمة برأيي تذهب بشكل تدريجي، تزول. والآن في حوار جديد. لماذا؟ لأنه في معادلات ميدانية سياسية عسكرية أمنية استراتيجية تغيرت على الأرض في التعامل مع الملف. الحوار الجديد كله بي 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 بغلافه وبمضمونه كان يتجه إلى مزيد من التهدئة، مزيد من التسوية، مزيد من الوصول. بالفترة الأخيرة كلها من بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. صحيح. هذه الفترة صحيح. ما الذي استجد ليخرج حفتر ويغرد خارج السرب الإرادة، إرادة الدول المتدخلة في ليبيا؟ ما الذي استجد لكي يقدم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بزيارة غير مجدولة مفاجئة ويصرح في مصادر، لأنه خلينا نقلها لحضرتك واستمع لرأيك فيها، مطلعة على زيارة خلوصي أكار، تقول لك أنه الزيارة دامت لساعات، اطلع مسؤولو حكومة الوفاق على خطة الحرب، من اطلعوا على خطة أكار، خطة الحرب التي تستهدف مواقع الجيش الوطني في سرت والجفرة، وعلى الرغم من كل المساعي الإقليمية والدولية لمنع نشوب حرب والإبقاء على التهدئة، إلا أن الحرب اقتربت واقتربت جدا. لا، هذه التقديرات غير موجودة على المستوى الرسمي بالنسبة للموقف التركي، العكس تماما. ما قاله خلوصي أكار، ما قاله اليوم شاوش أولو اليوم تحديدا، ماذا قال؟ بشكل واضح ونهائي أنه تركيا تدعم جهود التسوية، جهود الحل، منفتحة على كل اللقاءات والمؤتمرات والندوات التي تمت حتى الآن، وهي جزء أساسي من الحل في ليبيا عندما يكون هناك تنسيق بين أنقرة وبين حكومة الوفاق. ونرى الآن هذه التحولات على الأرض، فهذا يعكس حتما الموقف التركي أيضا، ليس فقط مواقف حكومة الوفاق الانفتاحية مثلا نحو القاهرة، هذا يعكس أيضا أنه حكومة الوفاق التي تنسق بالدرجة الأساسية مع أنقرة الآن تحاور الجانب المصري. هذا مؤشر، هذا اختراق، هذا خطوة إلى الأمام، هذه خطوة إلى الأمام، ليس فقط مرتبطة بموقف حكومة ولكن الوفاق، هذه الخطوة لا تصطدم، مرتبطة أيضا بالموقف التركي نفسه. جميل. رأيي الشخصي الموقف التركي والموقف المصري مهم. بس التصريحات اللي خرجت من حفتر لا هذا ما كنت سأقوله لك. تصريحات حفتر لا تلزم أحدا في ليبيا أبدا، لم يعد لها ولا أي داعمين. قيمة ما عنده داعمين. جيش المعلومات ليس من عندي، تقديرات التقارير الدولية والأممية كلها تتحدث أنه 80% من الذين يقاتلون إلى جانب حفتر هم مرتزقة، يعني يقاتلون برواتب يأتون من الخارج وغيرهم. أيوة. الأهم من كل ذلك أنه عندما يرى حفتر كل هذا التنسيق وهذا الانفتاح وهذه الرغبة في إيجاد حلول وهو غير موجود، لا يوجد له أي دور في هذه المعادلات الجديدة، طبعا سيصاعد هذا التصعيد. كيف لا يوجد له دور؟ صفر احتمال أن يكون له دور. لماذا؟ حفتر يعاني الآن عنده مشكلة أساسية مع المجتمع الدولي، مع المنظمات الحقوقية والإنسانية الفاعلة والناشطة دوليا. بس أي اتفاق سياسي سيكون بين الطرفين؟ من هما؟ عندنا عقيلة صالح الآن الذي بدأ يذهب بمراجعة المواقف والسياسات، اللي هو رئيس برلمان طبرق، من الناحية السياسية منفتح أكثر، معتدل أكثر، وجاهز للحوار. حفتر ما عنده لغة حوار، يعني يرى كل هذا الحوار الإقليمي والدولي باتجاه الحلحلة ويختار أن يعتمد لغة التصعيد والتهديد، ويختار الجانب التركي. هذه يعني مسألة فيها الكثير من من يعني ما الذي يحاول أن يفعله؟ ألا يعرف حفتر أنه في
الالاف من القوات الاجنبيه. يعني تصريحاته تدل على انه يعني صفر في المعادله. اين حليفه مثلا فاغنر الذي كان يدعمه وينسق معه والان يتحدث عنه بشكل تدريجي موجود لصالح التفاهمات التركيه الروسيه؟ اليوم مثلا شاوشاولو اليوم قال انه التنسيق التركي الروسي لا يشمل فقط العلاقات الثنائيه، يشمل ملفات اقليميه بينها ليبيا سوريا وغيرها من الملفات شرق المتوسط. هذا يعني انه حتى روسيا بدأت تقرأ الملف الليبي بطريقة جديدة باتجاه الحلحلة والتنسيق. كيف سحبت روسيا قوات فاغنر كما تتذكر في غرب ليبيا وفتحت طريق أمام حكومة الوفاق لتتقدم وتنتشر؟ هذا يعني تركيا. بس يا دكتور سمير عفوا المقاطعة، أكيد بالتأكيد تركيا رقم صعب في المعادلة التركية الليبي. في الليبية عفوا، ولكن روسيا ليست الوحيدة. يعني عندك دول داعمة، عندك فرنسا صحيح. عندك دول عربية الإمارات وعندك مصر صحيح. مصر على الحدود وبقوتها وبجيشها. هذا ما كنت الآن سأقوله أيضا لك. بس بدي أسألك أنت عم بتقولي اليوم التفاهم الروسي التركي أودى إلى هذه النتيجة. في البداية قلت لك حدثتك عن التحولات الإقليمية والدولية أكيد. وأنه في رغبة وفي مؤتمرات ندوات في مجموعة 5+5 العسكرية صحيح. اجتمعنا. أنا لم أقول إطلاقا أنه اللاعب التركي هو اللاعب الوحيد الموجود في الملف ولا الروسي أيضا. في عندك الكثير، قلت لك في البداية في كثير من لاعبين الآن لهم دور وناشطين. الآن الدور المصري مهم للغاية. أنا رأيي الشخصي من خلال المتابعة هذه الزيارة إلى طرابلس مهمة إيجابية انفتاحية أخ أحمد. نعم أوكي. هذه نقطة مهمة، لكن الأهم أيضا أن تطرح سؤال أساسي في البداية، هل هذه الزيارة مرتبطة بتحول في الموقف المصري؟ أنا رأيي الشخصي نعم، في تحول في الموقف المصري كما هناك تحول في الموقف التركي. الموقف الروسي، اللاعبين عليهم أن يجددوا ويطرحوا مواقف جديدة. مثلا ما الذي كان يقوله لنا الرئيس المصري قبل أشهر مثلا عن للأتراك والليبيين أنفسهم في خطابه الشهير؟ قال أنه نحن على استعداد لتسريح العشائر الليبية وتحريكها. يعني هدد بلعب ورقة العشائر في ليبيا. الآن نرى شيء معاكس مغاير للطرح المصري القديم، وهذا مؤشر إيجابي برأيي مهم. هذه اللغة الجديدة هي التي ستساعد أكثر فأكثر. اللاعب المصري نقطة أخيرة، لاعب أساسي استراتيجي مهم في الملف الليبي لا يمكن إطلاقا. سأعود إلى هذه النقطة لنتحدث أكثر عن إن كان هناك أي تنسيق مستقبلي محتمل بين أنقرة والقاهرة. أنتقل إلى ضيفي من باريس وأرحب بك معنا من جديد دكتور خطر أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس. أنا أعتذر من حضرتك على طول الانتظار يا دكتور خطر، بس دايما أنت من أهل البيت يعني بتعرف حالك. اليوم ما هي العقد اليوم في حل الملف الليبي؟ جربنا بالموضوع الحرب، هناك أطراف دعمت حفتر وأطراف على رأسها تركيا اللاعب الأكبر دعمت السراج، لم تأتي موضوع الحروب والنزاع المسلح أي نتائج لكلا الطرفين. اليوم طاولة المفاوضات موجودة وهناك اختراق من نوع ما. عقدة عدم الوصول إلى حل مع وجود أطراف دولية وإقليمية أين تكمن من وجهة نظرك؟ يعني مساء النور من ضفاف السن إلى ضفاف البوسفور، ولا ننسى النيل. في تحياتي لك وللمحاورين الكرام لفريق العمل. ولم يكن الانتظار مملا لأننا سمعنا تلك الآراء المفيدة، خاصة من الصديق الذي يعني أقدر رأيه لكنه بعض المرات أخذ يصبح إيديولوجيا أكثر من اللزوم. أي دكتور سمير أقصد ضيفك المصري دكتور سمير مرتبط خلينا نسمعه كأنه مرتبط بمادة معينة وأقدر أنه براغماتيكي أكثر وسأحاول شرح كل ما أريد. تفضل. في الحقيقة أن يعني ما حصل أن أردوغان حاول يعني أن يقيم أستانة ثانية مع الروس في ليبيا، لكن ذلك لم يحصل. وحتى الآن التنسيق الروسي التركي في ليبيا محدود، وكل ما قام به أردوغان منذ بدايات 2020 والاتفاق مع حكومة الوفاق والدعم العسكري الواسع في غرب ليبيا والتدخل العسكري الواسع لم يكن ليحصل لولا الضوء البرتقالي الأمريكي الذي أراد عقاب حفتر على الاستنجاد بالروس. الجانب المصري دوما حافظ على موقف، بالطبع حاول تسريح العشائر، تعامل مع عقيلة صالح كما مع حفتر،
لم يقطع كل الصلات مع الغرب وهذا الإثبات، ولكنه أيضا براغماتيكي، بمعنى أنه عندما لاحظ الآن أن هناك ضغوط دولية، وهناك الآن يعني على ما يبدو تفاهمات أمريكية أوروبية وحتى روسية، وأظن هذه ستقوى أكثر مع إدارة بايدن. يعني في هذا الملف يمكن تقسيم القصص ويمكن أعطاء كل الأطراف ما تريد. الجانب التركي هو الذي استنتج بأن هذا الحل السياسي لن يكون لصالحه، لذلك مجرد أن علم بقرب مجيء الوفد المصري إلى طرابلس سرعان ما أتى إلى طرابلس، ولم يرسل الوفد الدبلوماسي، أرسل وفدا عسكريا بقدره وقدوده من أجل أن يقول أنا هنا، أرسل وفدا عسكريا ليقول أنه يسيطر، خاصة أننا نعلم بأنه بين سراج وبشاغة لم تتأقلم الأمور. بشاغة زار باريس كما زار مصر، هناك في الغرب الليبي كما في الشرق الليبي هناك خلخلة عند كل الأطراف الليبية. الأهم أن الجانب التركي كما حفتر عندما تكلم حفتر عن الحروب، تكلم الجانب التركي عن الحروب، لكن هذه لغة ما قبل الحل لكي يحفظ كل طرف حصته، والجانب التركي يخشى أن تكون حصته قليلة إذا تفاهمت الأطراف الكبرى. إذن هناك بالرغم من كل شيء، يعني ولو أنهما تنافسا على الوصول إلى طرابلس، كان هناك اتصالات أمنية مصرية تركية، وأظن كان هناك شيء ما وراء الكواليس يعني يهدئ الأمور، وأظن أن مصر كانت واقعية، لم تأتي لتحارب في ليبيا، تكلمت عن خط أحمر، احترمت تعهداتها، حاول أن تحمي مصالحها القومية في الدرجة الأولى، وحصلت على وقف إطلاق نار. يعني وأظن أن تركيا ستتفهم ذلك، لأنه ليس لها من مصلحة في حرب شعواء في ليبيا، ليس لها من مصلحة في تدخل واسع. وكأنك دكتور خطرت تقول أن مفتاح الحل اليوم موجود في عاصمتين فقط، سيف العقوبات الأوروبية، مجرد اتخاذ أوروبا موقف موحد، مجرد العقوبات الأمريكية الموصولة بالأس 400، كل هذا على تركيا، ديون تركيا، إلى كلام الرئيس أردوغان أكثر من مرة عن أهمية الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أوروبا. يعني أنا أقدر لتركيا مصالح، لا يمكن لأحد أن يختزل المصالح التركية. تركيا قوة إقليمية كبرى، كما مصر قوة إقليمية كبرى، لا يمكن لأحد أن لا يحترم مصالح الآخرين. بالإمكان تقديري، يعني كما كان موقفي بالنسبة للشرق المتوسط، موقفي بالنسبة لليبيا هو رفع الأيدي عن الليبيين، وأن يكون هناك إمكانية لتفاهمات لا تطيل أمد هذه الحرب العبثية. بتقديري هذه الحرب الليبية أصبحت عبثية، كما حرب العراق، كما الحرب السورية. يعني هناك ضرورة لإيجاد تفاهمات، لأن هناك شعوب تعاني، وهناك دول تنهار، هناك دول أصبحت كهياكل خاوية على عروشها. إذن أعتقد نحن أمام اتجاه نحو الواقعية في الملف الليبي، ولماذا لا؟ الدور الفرنسي؟ أنا برأيي فرنسا مثلا طلبت من حفتر علنا ألا يقوم بأي مغامرة عسكرية، وهذا موقف مهم، وفرنسا لم تنقطع اتصالاتها بالغرب الليبي، وفرنسا أيضا أخطأت في ليبيا ودفعت الثمن، لأنها قادت مع البريطانيين عملية وعملت ما قامت به واشنطن في العراق، أي أنها لم تسعى لإعادة بناء دولة ليبية، ونتيجة الخلافات الأوروبية خاصة الخلاف الفرنسي الإيطالي، كل هذا انعكس وأدى إلى الاختراق التركي الذي حصل. الآن الأهم هو ليس مصلحة فرنسا أو مصلحة أمريكا أو روسيا أو تركيا أو مصر، الأهم أيضا أن تكون مصلحة ليبيا موجودة، وأن تكون ليبيا في الحساب. مفهوم. وأظن أن الجهد الدولي أخيرا لن يثمر بسرعة، لأن المسألة معقدة، لا أقول أنها سهلة، ولكن يجب أن يكون هناك آليات ردع، ويجب أن يكون هناك تفاهمات حول تعزيز الجيش الوطني. لا يمكن للجيش الوطني أن يكون فقط جيش حفتر، يجب توسيع ذلك، يجب أن يكون هناك قاعدة أوسع، يجب أن يكون ربما هناك مناطقية أو فيدرالية معينة، يجب درس حلول نوعا ما مبتكرة للوضع الليبي، حلول جديدة من أجل إنهاء المأساة. من جديد إليك أستاذ محمد حامد ضيفي من القاهرة،
هل بالفعل هناك إدراك مصري كما سأسأل ذات السؤال عن الإدراك التركي لضرورة اليوم الوصول إلى حل وعدم العودة إلى الاقتتال، وهذا ما فسره البعض بزيارة الوفد المصري إلى طرابلس؟ أنا في رأيي أن يجب أن يكون هناك حلاً وحلاً سريعاً لمثل هذه الأزمة الممتدة منذ أكثر من 10 سنوات ولا مجال للحرب، وأي محاولة لإشعال الحرب في ليبيا فيعني محاولة غير منطقية وسيكون الجميع خاسر في مثل هذا الأمر. بالإضافة أن أنا في رأيي أيضاً أن هناك انسحاب للقوى الإقليمية وظهور أكثر للقوى الدولية، أوروبا، روسيا، الولايات المتحدة، خاصة مع قدوم بايدن الذي قال صراحة أنه عاد إلى اللعبة وأنه سيتبع سياسة العقوبات لردع أي دولة تبعثر أوراق الولايات المتحدة في الإقليم. بالإضافة أن احنا لدينا تصريح شهير لباراك أوباما عندما كان رئيس الولايات المتحدة أنه الخطأ الوحيد الذي ارتكبه في عهدتيه هو التدخل في ليبيا. ففي رأيي أن بايدن سيأتي لكي يصحح خطأ أوباما في مثل هذا الأمر، خاصة في ظل تجاهل ترامب للملف الليبي بشكل كبير، أو لم يكن هناك دور أمريكي فاعلا في مثل هذا الأمر. بالنسبة للتزامن الزيارتين، يعني هو في حوار استخباراتي منذ أكثر من 3 شهور، والرئيس أردوغان قال صراحة أن هناك أن بدأ حوارا استخباراتيا مصريا تركيا بخصوص أزمات عدة، منها منطقة الشرق المتوسط، منها الأزمة الليبية. وبالتأكيد تركيا تشعر هذا يمكن القول عنه يا أستاذ محمد أنه تواصل مباشر بين أنقرة والقاهرة؟ لا، وفي تواصل على مستوى الاستخباراتي، واعتقد برضو في على المستوى الوزراء الخارجيه ولو بشكل غير علني، خاصه بعد ترسيم الحدود المصريه اليونانيه. وبالاضافه قبل الازمه الخليجيه بالمناسبه كان هناك لقاء بين وزير الخارجيه المصري وشاويش اوغلو في الامم المتحده في 2015 وفي 2016. الى ان اتت الازمه الخليجيه قطعت العلاقات المصريه التركيه مره اخرى، لان في الفتره الحاليه والفتره المقبله انا في رايي ان هناك تقارب سيحدث بين تركيا والسعودية وتركيا ومصر على أكثر من مستوى، لأن الكل يضع يده على قلبه بسبب سياسات بايدن القادمة، خاصة في عودة ملف حقوق الإنسان يعني كسكين مسلط على الدول، كعودة الولايات المتحدة للعبة الدولية، تقليم النفوذ التركي. جميل. في إذن سوريا. إذن مصر ترى ضرورة إزاحة حفتر ولو جزئيا على المشهد، حفتر شخصيا بصفته عسكري متورط مثلا. يا سيدي الفاضل، ما تنساش ان حفتر امريكي الجنسيه، ودي تحتها 100 خط كمان، هو بالغ من عمر اكتر من 75 سنه. تالت حاجه ان الشعب الليبي اللي هو الدكتور خطار اتكلم عنه وكلنا بنتكلم عنه ان هو مهم ومعادله مهمه في اللعبه، كفر بكل هذه النخب المتسيده للمشهد، سواء السراج، المشري، باش اغا، حفتر، عقيله. اكيد لما تحصل انتخابات، اكيد لما تدور عجله السياسه، ستظهر نخب جديده يؤمن بها الشعب الليبي ويراهن عليها ولا يراها اسيره لنفوذ الدول التي تدخلت في الازمه الليبيه. بس كونه يا استاذ محمد كونه يحمل الجنسيه، اتحدث عن حفتر، كونه يحمل الجنسيه الامريكيه هذا سلاح ذو حدين، هذا يضع سلطه للرئيس الامريكي بايدن وللمؤسسات الامريكيه عليه. ما انا من المؤكد أن بايدن سيكون لديه استراتيجية نحو الأزمة الليبية ستردع كل الدول الإقليمية التي تعطل الحل السياسي وستحجم دورها، أو ستذهب الولايات المتحدة لبعض الدول من أجل التنسيق. أنا في رأيي أن مجرد فوز بايدن أو استلامه لزمام الأمور في الولايات المتحدة من بداية الشهر القادم ستحمل بعض الدول حقائبها من ليبيا ومن سوريا ومن المتوسط ومن أكثر من ملف، خاصة في منطقة الشرق. نقطة مهمة أقولها إلى الدكتور سمير صالحة، ما رأيك يا دكتور سمير اليوم عودة الحضور الأمريكي إلى الساحة، ساحة الصراع في الشرق الأوسط، ستقلل وجهة نظر الأستاذ محمد، ستقلل من دور اللاعبين الإقليميين مثل تركيا ومصر وغيرها؟ هذا مرتبط بما ستطرحه الإدارة الأمريكية الجديدة بالفعل عمليا على الأرض. يعني البعض يريد أن يستقوي ببايدن قبل أن يحضر، مثلا فرنسا بشكل واضح تريد أن تلعب ورقة بايدن ضد تركيا تحديدا في ملفات إقليمية حساسة، وبينها الملف الليبي، الملف السوري، شرق المتوسط، العلاقات مع اليونان. لكن أنا أظن أنه علينا أن نتريث، يعني لن نذهب بمنع. صحيح في مواقف تصعيدية من قبل بايدن ضد أنقرة، لكن أيضا في السياسة كل شيء ممكن، يعني يصعد، لكن ربما عندما يرى أن حسابات الربح والخسارة، المصالح، تتطلب لغة وأسلوب جديد، كما نناقش الآن في الملف الليبي. هذا التحول في الموقف للاعبين الأساسيين في الملف مثل تركيا ومصر مثلا.
الآن في نقطة مهمة تم الإشارة إليها، أنت يعني ركزت عليها أيضا، موضوع جنسية حفتر. في البداية ربما كانت أن يرفع يحمل حفتر هذه الجنسية ربما كانت له بمثابة امتياز تعطيه مثلا فرص التنقل والتحدث وغيره، لكن الآن هذه الجنسية أصبحت عبئا عليه. لماذا؟ لأنه كما قلت لك قبل قليل الآن مطارد من قبل أكثر من منظمة حقوقية إنسانية دولية حول ما فعله في غرب ليبيا. بإمكاني ملاحقتهم. ولذلك ملاحقته دوليا. لذلك هذه الرسالة الآن إلى الصديق خطار مباشرة، ما سأقوله الآن. نعم. إنه فرنسا التي جيشت ودعمت مولت حفتر وتجاهلت تحركه باتجاه غرب ليبيا لتدمير العاصمة الليبية. والآن يقال إنه الموقف التركي يحمل تركيا المسؤولية، لو لم تتدخل تركيا لصالح الحكومة الشرعية كيف كان المشهد الليبي اليوم؟ كيف أنا وأنت كنا سنناقش الحالة الليبية في مع دخول حفتر والانتشاره في العاصمة وما الذي كان سيحدث؟ لذلك الآن علينا أن نقبل إنه الذين دعموا حفتر كما قلت لكم فرنسا تحديدا هي التي تتحمل مسؤولية أساسية في تشجيع حفتر و تركيا يتقدم والرهان عليه. حدود التدخل الليبي هنا السؤال. البرلمان التركي على ما أظن قبل أيام صوت على تمديد وجود القوات التركية في ليبيا كما في أفغانستان. هذه اتفاقية بين 18 شهر. هذه اتفاقية بين حكومتين شرعيتين، لا مشكلة أن يكون هناك تمديد أو لا تمديد، هذا مرتبط بالرغبة الليبية الرسمية. هذه مسألة لا تعني حفتر ولا تعني حتى أي طرف إقليمي في أن يذهب باتجاه الضغط، يعني فرنسا تحديدا لا تعنيها هذه المسألة. هذا الشأن بين حكومة شرعية في طرابلس وبين الحكومة الشرعية في هذا واضح في بس سألتك على خلفية هذا القرار. ماذا يعني؟ أنا سأقول لك أكثر من ذلك مرتبطة بهذا الموضوع. النقطة الأهم هنا أنه ما نسمعه من ضيفك الدكتور حامد في القاهرة مهم جدا طبعاً. إيجابي. لماذا أخ أحمد؟ لأنه أنا الأسبوع الماضي كان عندي سيناريو كنت قلت أنه توقيت زيارة الوفد المصري والتحرك التركي هو مدروس، يعني كان في تفاهمات بعيدا عن الأضواء. عندما تلتقي القاهرة بحكومة الوفاق وحكومة الوفاق تنسق مباشرة مع تركيا ويكون في حوار تركي مصري على مستوى أجهزة الاستخبارات، فلا يمكن إطلاقا إخفال أنه هذه الزيارة بشكل أو بآخر مرتبطة بهذه الأجواء الجديدة. لكن أنا كان في دائما يأتيني اعتراض من قبل الإخوة المصريين المحللين المصريين معي في الأسبوع كله نفس القصة، لا هذه غير مرتبطة ولا يمكن أن تكون مرتبطة لأنه القاهرة متمسكة بمواقفها وشروطها حيال تركيا. يعني لن القاهرة لن تفصل بين الملفات، ملف ليبيا على حدة، شرق المتوسط على حدة، متمسكة بأنه موضوع التوتر التركي المصري المعروف في أسبابه هو العامل الأول، لابد أن يكون هناك حلحلة في هذا الموضوع. أنا رأيي الشخصي لا أعيد وأكرر باختصار أنه هذا الحوار التركي المصري بعيدا عن الأضواء برأيي نركز على موضوع فصل الملفات، وهذا أسلوب كما قلنا قبل قليل براغماتي. لذلك الصديق غطار يقرأني أحيانا براغماتيا وأحيانا بأنني إيديولوجي عندما أقول شيء ربما قد يعني لا يعجب التحليل، أنه لماذا ننسى مصالح القوى الأوروبية. القوى الأوروبية تتحمل مسؤولية أساسية أخ أحمد في إيصال المشهد إلى هذه الدرجة من التوتر، إلى هذه الدرجة من التصعيد. والآن أنا أرى كما أتابع أنه تحرك المصري مهم للغاية باتجاه فتح الطريق أمام مشهد ليبي جديد. دكتور خطار ما رأيك؟ أولا يعني أقول بالنسبة لمسألة جنسية حفتر، حسب معلوماتي أن حفتر اصطدم بالأمريكيين منذ قرر إعادة تنظيم الجيش الوطني الليبي، واصطدم بالسفيرة الأمريكية حينها في ليبيا. يقال، ليس عندي إثبات، إنه أعاد جنسيته الأمريكية إلى الأمريكيين. يتوجب الحصول على تأكيدات من المعنيين. وأقول ربما أن حفتر يفكر بعقلية الستينات والسبعينات، إنه بالإمكان أن يلعب دور المنقذ
وربما تكون نواياه يعني في النهاية، ولو كان عنده طموح شخصي، هو عمره 75 سنة، ربما انطلاقا من تجربته المرة، وكان من أبطال حرب الشاد التي خسرتها ليبيا واعتقل يومها وأصبح لاجئا في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما كل هذا في تاريخه أثر عليه من أجل فعلا يعني ليبيا ليست بحاجة أن تكون عراق جديد، يعني من دون إعادة بناء جيش وطني بالرغم من كل هذه الحلول الدولية لن يكون هناك من تقدم في ليبيا، لكن كما قلت يتوجب تعزيز الجيش الوطني، توسيع قاعدته، جعله تمثيليا لكل الأطراف في ليبيا. من ناحية أخرى أتأمل جيدا أنه بالنسبة لمسائل حقوق الإنسان والمنظمات، مع كل احترامي وتقديري، الانتهاكات هي من كل الأطراف. بالطبع هناك انتهاكات من أيام النظام السابق، انتهاكات من جانب فلان أو علتان، لكن هناك غطاء لكثير من الانتهاكات تحت عنوان أولويات الحرب ضد الإرهاب، ونعلم جيدا كيف تتم الأمور هنا وهناك. المسألة إذن هي معيار المصلحة السياسية، ومعيار المصلحة السياسية حاول عقيل صالح أن يكون بديلا عن حفتر، لم يتمكن من الإقلاع، وكادوا يعزلوه وكادوا يعينون رئيس مجلس نواب بديلا له. إذن المسألة ليست بهذه السهولة. الانتخابات النيابية في ديسمبر من العام 2021 مهمة جدا، لكن يتوجب تهدئة الوضع من الآن إلى ذاك الوقت ما بين الأطراف وفق منهج احترام القوانين الدولية واحترام أيضا القرارات الدولية، وعدم قيام كل طرف بتغليب مصلحته الخاصة على مصلحة الحل في ليبيا. هل من شيء يضمن أن تبقى الأوضاع هادئة حتى ذلك الموعد دكتور خطار؟ أظن إذا كان هناك بالفعل، يعني إذا لم يكن هناك من غطاء دولي، يعني مع كل احترام للأطراف الإقليمية، إذا لم يكن هناك من غطاء دولي للتصعيد، نعم بالإمكان الحفاظ على الوضع القائم بانتظار استكمال الحل. هذا الغطاء الدولي برأيك هل من مؤشرات قد تشي بأن يعني القرار قد يتخذ أو اتخذ بإنهاء الصراع في ليبيا؟ ولماذا؟ يعني لماذا علينا أن نصدق مثل هكذا احتمال طالما أن ساحات الصراع المجاورة في سوريا في العراق وغيرها ما زالت مفتوحة واليمن؟ يعني أعتقد أنه حتى قبل وصول بايدن كانت الاتجاهات الأمريكية واضحة في التأكيد على الحل الليبي. حصلت ضغوط أمريكية على كل الأطراف ومنعت الولايات المتحدة، يعني مع كل احترامي للقوات التركية، ليست هي التي منعت حفتر من الوصول إلى طرابلس. الولايات المتحدة الأمريكية أخذت قرارا بمنع الحسم العسكري، وأقول اليوم إذا حاول خلوصي أكار أن يصل ويتجاوز السرط والحفرة لن يتمكن من ذلك. كما ممكن تشرح لنا كيف؟ لأنه خلال ساعات كان وصل على مشارف طرابلس. لأن هناك دوما، يعني أنا كنت أعلم في حروب لبنان وفي حروب أخرى، عندما تصدر قرارات بوضع خطوط حمراء وتحترم، ليس كذلك الخط الأوبامي الهميموني الذي خرق في سوريا في لحظة والحرب الكيميائية كرمال عيون إيران، لكن في حروب أخرى عندما توضع قواعد وحروب قواعد حمراء في حروب معينة تحترم. وأظن أنه في ليبيا وصلنا إلى هذا الحد، ممنوع الحسم العسكري، والحل السياسي وفق ميزان القوى القائم يجب أن يحصل، وأظن أننا نسير الآن في هذا الاتجاه. أمام تركيا الضوء البرتقالي الذي وصفته حضرتك في بداية الحلقة، هل سيبقى برتقالي؟ هل سيتحول إلى أحمر أو أخضر في عهد الآن بايدن؟ سيبقى برتقالي، لكن إذا حاولت تركيا خرق قواعد اللعبة لا أتصور أنه سيتحول إلى أخضر. يعني في النهاية هذه القوى عندها سقف معين، كما قلت يعني لها مصالح يمكن أن تحترم مصالحها، تدافع عن مصالحها، لكن إذا تجاوزت مصالحها ما يرسم دوليا يمكن أن تتعرض أيضا هي أيضا للضغط. أستاذ محمد حامد بدقيقة لو سمحت، هل نحن قريبون أو اقتربنا من الوصول إلى حل في ليبيا؟ أعتقد أيوة، خلال العام الحالي وتهدئة الأجواء نحن أقرب إلى حل إلى ليبيا، أقرب إلى تفاهم إلى في الملف الليبي. لا يعني كل النواحي حاليا تتحدث عن
كيفية تسيير عملية السلام. نعم، كل من له لديه مصالح، مصر، تركيا، فرنسا، الاتحاد الأوروبي، روسيا، لكن يجب أن تدار هذه المصالح بشكل جيد من أجل إنهاء الصراع في هذا البلد المهم والاستراتيجي، وحتى لا تستمر المأساة الليبية أكثر من ذلك. بالإضافة أن هناك بعض الدول تتخوف على المصالح، منها تركيا، ولكن بالفعل تركيا حصلت على كثير من المصالح خلال السنوات الماضية أو الشهور الماضية، من خلال التعويضات، من خلال القروض من البنك المركزي الليبي، من خلال زيادة حجم الاستثمار والتجارة بين غرب ليبيا وتركيا، والحصول على مقاولات في البنى التحتية. وهي لكن هي ما زالت ترسيم الحدود البحرية، لا تنساها الخطوة الأهم، ترسيم الحدود نعم. البحرية قلت لك ترسيم الحدود البحرية، أنا بقول لحضرتك هو والعدم سواء، ولن يكون هذا الترسيم له أي فعالية في المستقبل، وعلى تركيا أن تتحاور مع اليونان، مع قبرص، بدعم أمريكي وأوروبي. الشرق المتوسط لن يستقر إلا بالسلام وتقسيم الحدود بشكل سلمي، ولأن هذه منطقة استراتيجية ستضر الدخل والأموال للجميع، فلن تكون أبدا منطقة للحرب أو تطبيق شريعة الغاب من مثل اتفاق السراج أردوغان. طيب دكتور سمير، كمان بالدقيقة الأخيرة، هل اقتربنا من الحل في ليبيا، وما انعكاسات الحل إيجابا على ملفات أخرى في المنطقة؟ المهم الآن في رغبة باتجاه فتح الطريق أمام هذا الحل. أزمة الثقة ما زالت موجودة، أزمة الثقة بين الأطراف على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي أيضا. تجاوز هذه العتبة أيضا مهم للغاية. نقطة ثالثة، ما الذي سيفعله بايدن؟ كيف سيتصرف في التعامل مع الملف الليبي؟ هل سيأخذ بعين الاعتبار التوازنات القائمة الآن موجودة، أم أنه سيحاول الآن يفرض نفسه على المشهد باتجاه صناعة مشهد؟ هل يمكنه بالأحرى السؤال أن يتجاهل الولايات المتحدة الأمريكية؟ لاعب مهم حسب ما قال الصديق خطار، يعني الضوء الأخضر الأمريكي مهم في السلبيات وفي الإيجابيات، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف تماما كما يعرف الصديق خطار أنه اللاعبين الإقليميين أيضا الذين يمسكون كثير من أوراق اللعبة على الأرض يستطيعون أن يعرقلوا، أن يرفضوا، أن لا يقبلوا بمشروع أمريكي رغما عنهم. الحالة في لبنان برأيي تختلف عن غيرها من الحالات. في سوريا عندنا نموذج واقعي، الولايات المتحدة الأمريكية وضعها في سوريا اليوم. في ليبيا أيضا قد تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من نفس ما تعاني فيه منه في سوريا إذا ما ذهبت بمنحة تصعيدي في تعاملها. الحل قريب في ليبيا؟ ممكن بكلمة. هذا ممكن، هذا ممكن، نعم يقترب. يعني هذا كما قلت لك مرتبط بحجم الزخم نحو طاولة الحوار. مفهوم. دكتور خطار، كمان أسألك بأختتم معك بهذه الدقيقة، هل من بوادر حل غير الذي تحدثنا به، وهل علينا فعلا أن ننتظر بايدن وقدومه وموقفه كي نستشعر إن كان الحل قد اقترب للصراع في ليبيا أم لا؟ يعني علينا ألا نجعل من بايدن جودو ينتظرونه في كل مكان، وأولوياته ستكون كورونا، الصين، الاقتصاد الأمريكي في المقام الأول، وبعد ذلك سيهتم بالشؤون العالمية. لكن هناك إدارة أمريكية، يعني الملف الليبي تحرك تماما، هذا ما قصدته إدارته، وأظن أن هذا الملف سيتابع تحركه، وأعتقد أن التحرك حتى الآن يسير باتجاه إيجابي. نعم، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، كنت معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية. شكرا للأستاذ محمد حامد مدير منتدى الشرق المتوسط للدراسات السياسية ضيفي من القاهرة، والشكر أيضا لدكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي التركي ضيفي هنا في الاستوديو. شكرا أكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة، إلى اللقاء.